في خطوة نحو تعزيز الاستقرار في الفلوجة، افتتحت قيادة شرطة الأنبار مركز شرطة الشهداء في القاطع الجنوبي للمدينة من أجل تقديم التسهيلات التي يحتاجها المواطن في مركز الشرطة. هذا المركز سيكون داعم وأن يقدم الخدمة والعون إلى المواطن ضمن هذا الحي، حي الشهداء والأحياء الأخرى. كانت هناك معاناة لدى المواطن عندما يذهب إلى مراكز بعيدة عن قاطع سكناه في تسجيل الدعاوي أو في حوادث أخرى، إن شاء الله في حوادث المرور أو قضايا أو دعاوي ملفات التعويضات أو أي ما شابه ذلك، لأن المركز الشرطة يحتاج المواطن بكل ما هو حاجة، إن كانت خدمة للمواطن أو خدمة في موضوع الحوادث الأخرى. هذا المركز هو الرابع داخل الفلوجة والسابع ضمن الحدود الإدارية للقضاء الذي يتم افتتاحه أمام مراجعات المواطنين الراغبين بالحصول على خدمات الشرطة من وزارة الداخلية. بصراحة هذا إنجاز يضاف إلى إنجازات قيادة شرطة الأنبار بعد أن كان هؤلاء الأبطال في ساحات المعارك وساهموا في تحرير محافظة الأنبار، ها هم اليوم يفتتحون يوميا إنجاز آخر يضاف لهم، سواء افتتاح مركز شرطة أو فوج طوارئ أو باقي التشكيلات الأخرى. بصراحة أنا أقدم شكري وتقديري العالي إلى سيادة الفريق هادر زيج كسار قائد شرطة الأنبار وباقي التشكيلات الأخرى في وزارة الداخلية على هذه الإنجازات الكبيرة. الشرطة في خدمة الشعب ليس شعارا فحسب، بل واقعا ملموسا في الفلوجة التي تشهد تعاونا وثيقا بين المواطن والأجهزة الأمنية. لقناة الفلوجة، سلام خالد، الأنبار.